حقيقة هننتقل بعد كده لجسر السويس بالقاهرة مع زميلتي ميرنا عادل. يا ميرنا تحياتي ليكي من جديد والكلمة معاكي، تفضلي. تحياتي لك يا آية، تحياتي لكل مشاهدي شاشة أكسترا نيوز. تقريبا انتصفت ساعات اليوم الخامس من مبادرة كلنا واحد في يعني مرحلتها 23. هذه المبادرة التي تستهدف المواطنين الأولى بالرعاية لتوفير كل احتياجات المدرسية والمكتبية بأسعار مخفضة، خصومات تصل لما يقرب من 50% على مختلف المنتجات، بداية من الكشكول المدرسي والقلم المدرسي، فأسعار الكشاكيل تبدأ من 1.5 جنيه و2 جنيه، وأيضا القلم أسعاره فقط 1 جنيه. كذلك الشنطة المدرسية أسعارها تبدأ من 50 جنيها، أيضا الزي المدرسي أسعارها تبدأ من 65 جنيها. هناك تخفيضات كبيرة تصل لأكثر من 50% وما يقرب من 50% على مختلف المنتجات، وربما الإقبال الكثيف هو أبرز ما يعني يظهر المشهد هنا، وأيضا أن المنتجات التي تتواجد هنا بهذه الأسعار المخفضة هي أيضا بجودة عالية مع وجود هذه التخفيضات الكبيرة. جدير بالذكر أنه لا يتواجد فقط المنتجات المدرسية من كشاكيل وأقلام وملابس وأحذية وكل هذه الأمور التي تحتاجها الأسرة المصرية، ولكن مختلف السلع التموينية وأيضا السلع الغذائية تتواجد هنا بوفرة وبذات التخفيضات، إن كانت الزيت والسكر والسمن وكذلك الأرز، كل المنتجات التموينية وأيضا كذلك يعني منتجات اللحوم والدواجن والألبان، كل هذه المنتجات يوجد عليها خصومات كبيرة وإقبال مستمر من قبل المواطنين، رصدناه منذ اللحظة الأولى التي تواجدنا فيها هنا داخل هذا المنفذ منذ صباح اليوم. جدير بالذكر أيضا أن هذا المنفذ يقع في مكان يتوسط عدة مناطق، إن كانت منطقة مصر الجديدة، منطقة النزهة، كذلك أيضا منطقة عين شمس العديد والزيتون والحلمية، يعني العديد من المناطق تتوسطهم هذه المنطقة، ما يجعله في منطقة حيوية للغاية، تتوسط عدة مناطق مكتظة بالسكان، ما يجعل أن هذا المنفذ بهذا المكان يعطي الفرصة لكم كبير من المواطنين للذهاب وشراء احتياجاتهم. بالحديث مع المواطنين على مدار اليوم عن رأيهم في هذه المبادرة والسلع والمنتجات الموجودة هنا داخل المنفذ، أشادوا بشدة بتنوع المنتجات ووفرة انخفاض الأسعار الملحوظة عن الأسواق الخارجية وأيضا جودة المنتجات مع هذا الانخفاض، أيضا يعني فكرة أنهم في مكان واحد يستطيعون شراء كل الاحتياجات المدرسية والاحتياجات التي قد تتطلبها الأسرة المصرية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، فهذا الأمر يوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لهم ويجعلهم يعني يجدون المقصد الذي من خلاله يستطيعون ربما في أقل من ساعة شراء كل الاحتياجات في مكان واحد وبتخفيضات لا يمكن أن توجد خارج هذا المنفذ أو في الأسواق الخارجية. جدير بالذكر أيضا أن هذا المنفذ قد فتح أبوابه في تمام 10 صباحا وسيستمر حتى 10 مساء في فتح أبوابه للمواطنين، اليوم هو اليوم الخامس وسيستمر أيضا في طوال هذا الشهر في عرض المنتجات وعرض كل السلع الغذائية وغير الغذائية بهذه التخفيضات الكبيرة داخل هذا المنفذ. يعني إجمالا آية وبصورة عامة طوال فترة تواجدنا هنا داخل هذا المنفذ إقبال شديد، ربما زاد هذا الإقبال شيئا ما بعد انكسار أشعة الشمس وخروج الموظفين من أعمالهم، بدأ الإقبال أيضا يتزايد مع تحسن حالة الجو ليبتدأوا في شراء كل احتياجاتهم من الأقلام والكراريس وأيضا الأدوات المكتبية والأدوات المدرسية والأحذية والسلع الغذائية، حتى أيضا السجاجيد والملابس، كل شيء يتواجد هنا في ذات المكان الذي يلقى إقبالا كثيفا منذ صباح اليوم وحتى هذه الساعة التي أتحدث فيها معك الآن آية، وبالعودة إليك مرة أخرى.